بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. تزكية النفس، ما هي طرق تزكية النفس؟ ما هي العقبات والموانع التي تواجه السائر والسالك إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف ممكن أن نتجاوز تلك الموانع؟ كيف ممكن أن نتجاوز تلك العقبات؟ ما هي طرق الوصول لله سبحانه وتعالى؟ كل ذلك سوف نتعرف عليه هذه الليلة في ماتم المرخ في قرية المرخ الحبيبة. انتظرونا.